وفقا لسيادات هذه الدول وما هو التمويل غير المسموح به في كل الأحوال. ده يحترم طبعا في كل الأحوال. القانون الدولي قايم على فكرة السيادة الداخلية لكل دولة، ولذلك إذا ما أصدرت محكمة، يعني النهاردة غرابة هذا التعليق أنه على حكم قضائي صحيح. وليس على قرار سياسي. أي. يعني قد يجوز أن لو في قرار حكومي سياسي مثلا قد يجوز التعليق عليه، قد يجوز التعليق عليه. أي. لأنه هنا المسألة في فضاء سياسي. إنما أن يكون هذا التعليق على حكم قضائي يكفل القانون الوطني كيفية مواجهته بالطعن عليه. أي. يبقى في الحالة اللي زي ده التدخل في هذا الشأن في الحقيقة أولا ينم عن يعني عايز اقول لفظ يكون يعني شويه معقول من الناحيه القانونيه، ينم عن يعني مصادمه لفكره القانون الدولي. أي. لان النهارده ما يصحش النهاردة يعني التعليق ده ضد القانون الدولي. طبعا القانون الدولي لابد ان يحمي سياده الدول، وسياده الدول بتقوم على فكرة أن الدولة هي التي تحتكر إقامة العدل بين مواطنيها وتحتكر القوة داخل الدولة. ولذلك النهاردة أي جماعة أو أي تنظيم يحاول مزاحمة الدولة في القوة هذا غير مشروع على المستوى الدولي. ولذلك كل الدول التي تؤيد جماعات العنف أو جماعات استخدام القوة داخل أي دولة في أي مكان في العالم يجب أن يستهجن. إنما النهاردة لما يجي في دول النهاردة تؤيد جماعات مسلحة داخل دولة أخرى هذا ضد القانون الدولي، ضد ألف باء القانون الدولي. يرتبط بذلك أيضا إنه أي فعل أو قول يواجه سلطات الدولة. أنت النهاردة عندك حكم قضائي له آليات الطعن فيه. أيوة. ولذلك النهاردة لما احنا النهاردة لما حصلت التفجيرات في فرنسا مثلا على سبيل المثال. أيوة. لما حصلت التفجيرات في فرنسا وفي صحفي فرنسي كتب تغريدة فهم منها أنه يبرر هذه الهجوم. التفجيرات اتحكم عليه بثلاث سنين. فهم منها ده اتحكم عليه في أقل من 40 يوم على بثلاث سنين حبس على تويتر واحدة. فالنهارده لم يتحدث احد عن هذا الامر. النهارده لما حصل انه بعض اساتذه الجامعات في جامعه امريكيه تضامنوا مع ما وجدته او تضامنوا مع الجامعه نفسها بدات ان هي تحدد لبس، بمعنى اصح رفضت لبس النقاب فيها. طيب. فجي بعض الاساتذه جم النهارده تضامنوا مع هذه اللي هي اتمنع النقاب فيها. الجامعه فصلتهم ولم يتحدث احد لمجرد الراي، لمجرد ان هم طلعوا بيان. النهارده ما يحدث في تركيا ويتعامى عنه العالم فيما يتعلق بفصل من الوظائف. أيه. وبقرار اداري ووظائف قضائيه بقرار اداري وتوسعه سلطات رئيس الدوله وعزل موظفين الاف المؤلفه من الموظفين ثم لا يتحدث احد. ثم بعد ذلك عندما تأتي الحكومة المصرية أو تيجي تتداعى أمام محكمة. أيوه. تتداعى أمام محكمة لإبطال تمويل أجنبي أو لمواجهة تمويل أجنبي يكفل أمام المحكمة حق الدفاع. ثم بعد ذلك يأتي بيان دون كان حتى من الأولى إن الاتحاد الأوروبي يبعت للمصر ويقول لها إيه القصة. إنما النهاردة حكم قضائي يصدر يبقى عليه تعليق من الاتحاد الأوروبي هذا عبث وضد القانون الدولي وما يصحش. رد الخارجية المصرية يا فندم كان شامل، يعني شايفه هو في الفترة اللي فاتت دي في الحقيقة لابد أن نحيي وزارة الخارجية على أدائها إن هي يعني بتواكب كل الأحداث التي تحدث والرد سريع. ده مهم جدا، ده مهم لأنه التراخي في الرد بيؤدي إلى إشكالية كبيرة جدا. ولذلك النهاردة أنا بعتقد أن رد الخارجية ودي مسألة مهمة جدا. المسألة النهاردة أنه يجب على المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات أو مؤسسات ألا تترك مسألة في الفضاء العام لكي لا تكبر.
ولذلك النهارده رد الخارجيه على سريع. هذا البيان السريع ده في حد ذاته انجاز. التاكيد على سياده الدوله المصريه وعلى دوله القانون وعلى ان احكام القضاء لا يستطيع ان يتدخل فيها احد. والنهارده لا وفسر وقال لو تدخل هتقولوا ده بيتدخل في القانون. يا فندم النهارده لا يستطيع لانه الدستور المصري جعل التدخل في القضاء جريمه. يعني الدستور المصري جعل التدخل في جريمة. يعني المقرر العام أيه. لجنة 50 طبعًا. التدخل في القضاء جريمة في في في, في الأحكام القضائية. كون النهاردة أن واحد بيصدر حكم قضائي مش عاجبه ويجي يقول لا ده الحكم ما عرفش سياسي أو الحكم كذا. أنت النهاردة مش ممكن في يعني النهاردة لما يجي حكم قضائي أنت